اهلا وسهلا بكم متابعينا. اليوم راح نكمل وياكم الجزء الثاني من موضوعنا الافعال المنعكسه الريفلكسيفا فيربن. بس اليوم راح ناخذ اول جزء من الافعال المنعكسه اللي هو الافعال المنعكسه الحقيقيه. بالموضوع السابق تحدثت عن الافعال المنعكسه بصوره عامه وعرفنا شنو هي وشنو غرض انه نستخدم الجدول بحاله الاكوزاتيف والداتيف حتى نعرف شلون نصرف الفعل. فما طول عليكم ندخل مباشرة ونشوف موضوعنا اليوم، الأفعال المنعكسة الحقيقية اللي اسمها Das echte reflexive Verb. الفعل المنعكس اللغة الألمانية نوعان، هما عندنا أول شيء الأفعال أو الفعل المنعكس الحقيقي Das echte reflexive Verb، وعندنا الفعل المنعكس غير الحقيقي اللي هو Das unechte reflexive Verb. بهاي الحلقة راح ناخذ كل تفاصيل الفعل المنعكس الحقيقي اللي هو الفعل الذي يرد دائما مع ضمير منعكس ولا يمكن أن يرد بدونه، يعني لازم يكون الضمير المنعكس متواجد وياه، بدونه ما يصير. أي هو الفعل الذي يمكن استخدامه فقط لعكس الحدث على الفاعل، يعني تعكس فتشي دا يصير على شخص معين او على فد موضوع معين ده ينعكس الفعل عليه. فرح ناخذ امثلة ونشوف شنو هذا الكلام. اول شيء رح نشوف المثال Er freut sich auf den Urlaub، يعني هو يفرح للعطلة. بهذا المثال استخدمنا الفعل sich freuen اللي هو الفرح او سعادة او ابتهاج. فتشوفون انه مسوي لكم اياها بالاحمر Er freut sich، الجدول لازم يكون امامكم حتى تنتبهون. فصارت عندنا بعد الاوف عندنا حالة داتيف الاولاب ياخذ دير، والزيش المر رجعت على الايه عليه هو، يعني هو اللي دا يفرح. هذا اول مثال. المثال الثاني راح ناخذه مع هذا الفعل ايضا. خلنا نقرا اول شيء المثال Wir konzentrieren uns auf die Prüfung. تجي اول شيء البريفونج ياخذ دي، الأوف عندنا أكوزاتيف، الدي بالأكوزاتيف تبقى. فالمعنى المثال أنه نحن نركز أنفسنا على الامتحان، فمن اللي دا يركز؟ فيا، فصارت فيا كونسنتريغن أنس، ما يصير ناخذ زيش ولا أويش لأن الأنس هو اللي إحنا فعل رجع علينا. ونقرأ المثال البعده راح ناخذه مع الزي زيحت زيش أكلتت، يعني هي أصيبت بالزكام أو البرد، يعني أخذت برد، فصارت زي هات زيش، فرجع الفعل اللي هو الأكلتد عليه من رجع عليها، يعني هي اللي انصابت بالبرد زي هات زيش أكلتد. إن شاء الله لحد الآن كل شيء واضح. نشوف المثال البعد. ويمكن التعرف على الأفعال المنعكسة الحقيقية من خلال النقاط التالية. واحد يقول لك لا نستطيع إبعاد الضمير المنعكس عن الفعل واللي ينقصه بالضمير اللي هو الزيش، مثلا ich freue mich er freut sich. تمام، هاي النقطة تنتبهون عليها. مثلا نقرأ المثال er freut sich، يعني هو يفرح، لكن ما تقدر تقول er freut، بحثة خطأ. ونفسها النقطة الثانية أيضا كذلك، لا نستطيع السؤال عن الضمير المنعكس، ما يصير تسأل عن الضمير المنعكس، ما يعني أنا خاطئ عليه مسوي هذا الخط لأن العبارة خطأ. ما يصير نقول فين فخويت زيش أو تقول فين فخويت دو، ماكو شكل شيء باللغة الألمانية، ما يصير تسأل عن الضمير المنعكس. هاي النقطة الثانية وإن شاء الله كل شيء تمام. ورح نأخذ النقطة الثالثة والأخيرة بالنسبة للأفعال المنعكسة، ما بيها فد صعوبة يعني. أيضا نقول لا نستطيع تبديل الضمير المنعكس بشخص آخر، مثلا er freut dich غلط، er freut sich نعم صحيحة، والدو er freut مثلا du freut dich ich freue mich. هذا الجدول اللي ذكرته بأول حلقة كلش مهم تحفظوه. فهنا العبارة انه er freut dich خطأ، ما يصير هذا الشيء. فهذا كان
موضوع اليوم موضوع مو طويل، وأيضا الأفعال المعاكسة الحقيقية سهلة. فإذا عجبكم الشرح أكيد ادعمونا بالإعجاب والاشتراك بالقناة، واللي عنده استفسار يكتب لي بالتعليقات، أنا حاضر للرد. تقبلوا تحياتي.